هو انا كنت يعني انا دايما كان بيجي لي اللوز، ما يعني عندي لوز، فلما بتعب شويه بيجي لي شويه صديد على اللوز، ف يعني بروح اكشف بيه يكتبوا لي علاج. فلما تعبت ضغط شويه حسيت ان تعبان، ما فيش في ساعه زمن رحت للمستشفى، سحبوا المسحه والنتيجه بتاعتها طلعت ايجابيه بعد 48 ساعه. اتنقلت لمستشفى الباجور في المنوفيه، عالجوني هناك، قعدت 6 ايام عالجوني هناك من الالتهاب اللي كان على صدري. وبعد ما بقت حالتي مستقره الحمد لله خرجت واتحولت لمدينه الجامعيه بنات في طنطا في سبربي. ما حضرتش صعوبه في المرض لاني انا الحمد لله يعني لحقت نفسي في الاول قبل اصلا ما يظهر عليا اعراض. انا ما ظهرش عليا اعراض غير لما دخلت المستشفى، ودي كانت حاجه كويسه جدا لان لما الاعراض جات لي قدروا ان هم يعالجوها لي على طول لاني كنت تحت ايديهم في المستشفى. لما انا جيت النهارده اتبرع بالبلازما لاني انا يعني حابب ان انا يعني ابقى عملت حاجه بعد ما مريت بالتجربه الصعبه ديت، يعني حابب ان انا ابقى عملت حاجه ان انا اكون سبب، يعني ربنا مخليني سبب بس ان حد يعني يكون شفاه باذن الله بسبب حاجه زي دي. دي حاجه بسيطه جدا ان انا اجي اتبرع بالبلازما اكون سبب فيها ان انا ادخل الجنه، يعني ناس تتعافى بسبب حاجه زي كده. 20,000 هيعملوا ايه؟ هيتصرفوا زيهم زي 100,000 زي 200,000، كل الفلوس بتتصرف هيعمل بيها ايه حتى ولو هو محتاج. فربنا ممكن بعد حاجه زي دي ممكن بعد ما يعملها ان ربنا يعني يغير له مسار حياته تماما.